السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم وإن شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة. موضوعنا لهذا اليوم هو سبب تساقط الأوراق خلال الشتاء، يعني تساقطها أو اصفرارها وأيضا تساقطها، يعني خصوصا النباتات الخارجية، طبعا مو الداخلية. تصير هاي المشكلة أكثر شيء بالنباتات الخارجية، فإن شاء الله اليوم راح نشرح لكم عن هذا الموضوع. طبعا أنت عندك أشجار أو نباتات خارج المنزل مخليها، فجأة دخل الشتاء، أول ما دخل الشتاء تشوفها بدأت تصفر الأوراق مالتها وتساقط، والتساقط يصير عندك بالجملة، ويبقى يعني النبات بس عبارة عن عودان، كل شيء ماكو، أغصان خالية من الأوراق. فشنو السبب؟ أولا هي تتقسم لعدة أسباب. السبب الأول، أكو بعض النباتات تكون متساقطة الأوراق، يعني مو دائم الخضرة على مدار العام، من يدخل موسم الخريف تبدي هذه النبتة تسقط جميع أوراقها، بعدها على الربيع من جديد وبشكل دوري، يعني تستمر هذه دورة الحياة مالتها. أكو بعضها لا، مثلا هو صحيح، يعني أنت من تشتري من أبو المشتل الرجل يقول لك أنه هذا دائم الخضرة على مدار العام، بس هنا تختلف الأماكن. يعني مثلا أنت، هو الرجل من قال لك أنه هذا دائم الخضرة، إذا خليتها مكان مشمس، يعني تجيها الشمس مدة 5 ساعات أو 6، فهنا النبات أكيد راح يحس بالدفء فيبقى محافظ على الورق مالته. لكن أنت إذا أخذتها ونقلتها مكان، مثلا خلينا نقول على سبيل المثال تجي إضاءة الشمس كلش قليلة مدة ساعتين، او مثلا ما توصلنا نهائيا شمس، لان اكو بعض المنازل خلال الشتاء ما توصل لها شمس، فهنا راح النبات يفقد الشمس، يبدي يسقط الورق مالته. فهنا السؤال، انه هذا من سقط الورق مالته صفر وسقط، هذا النبات تلف مات؟ لا تخافون، ما راح يتلف ولا يموت، مجرد ان يدخل الربيع يرجع يبني لك ورق من جديد. يعني خاف يجيكم واحد يقول لكم هاي ميتة تلفت بعد ما تفيدك، قل له اسكت، اكرمنا بسكوتك، لأنه هذا راح يرجع، خصوصا الشتاء. الشتاء يكون مو مثل الصيف، الصيف إذا ضرب النبتة يدمرها من الجذور ويبس لك الأغصان، فأي يعني النبات بعد ما تظل بعصارة اللي هي مسؤولة عن حياة النبات. أما الشتاء لا، عكس المطلب، يعني يكون صحيح يتلف لك الورق، لكن ما راح يقضي لك على النبات قضاء مبرم. وخير دليل أنه أكو هواي من البلدان تساقط بها ثلوج، يتلف الورق مالته، لكن مجرد أن دخل الربيع الشوف رجع بنالك من جديد. طيب أكو جماعة يسألون يقولون لا، إحنا مثلا ما صفرت وإنما الورقة صار بيها نوع من أنواع الاسوداد أو يعني من هاي الأمور، وبدت يعني تساقط الأوراق مالتها. احتمال أنت استخدمت سماد عضوي، واحتمال يعني صارت بيها نوع من أنواع الفطريات. فهنا أنا هم لا تخاف، وأحب أذكركم بهذا الشيء، من تستخدمون السماد العضوي كل 14 يوم أو 20 يوم رشوا النبات مبيد فطريات، لأن أكيد السماد العضوي حتى لو نقول لكم استخدموه بالشتاء أو مثلا الفطريات اللي بيه ما تتحرك، لكن للأمان، لأن احتمال من منطقة لمنطقة تختلف، يجوز يعني أكو مناطق تكون دافئة نوعا ما فظل هاي الأحياء تتحرك، فأنت للأمان تستخدم مبيد الفطريات، ترش على النبات مثلا كل 20 يوم 15 يوم رشة، حتى لو كل شهر مرة، حتى تحافظ على النبات. قبل لا نختم الحلقة حب أطمنكم أنه اللي تصير عدة مسألة اصفرار وتساقط الأوراق للنباتات الخارجية، لا تخافون، حتى لو أسقط جميع أوراقه أكيد ومليون بالمية راح خلال الربيع، يعني مجرد أن دخل شهر الثالث أو نهاية الثاني راح يرجع يبني لكم ورق من جديد. فلا تخافون ولا تستعجل تذب النبتة مالتك أو تتلفها، انتظرها واصبر عليها فأكيد راح ترجع إن شاء الله. هذا كل ما يتعلق بهذا الموضوع، نتمنى أن تكون حلقة مفيدة، ونتمنى أن نكون أفدناكم. في مع الله.